مساء الخير، هذه هي الحرة الليلة وأنا حيدر المحرابي. حادثة التدافع في جبل ميرون شمال إسرائيل واحدة من أكثر المآسي ألما في تاريخ إسرائيل. هذا التصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن مكتبه الأحد المقبل يوم حداد وطني على ضحايا الحادث. وفيما وجه بعض المشاركين في الحفل أصابع الاتهام إلى الشرطة الإسرائيلية بالتسبب بحادث التدافع بسبب إغلاقها جسرا مؤديا إلى موقع الحفل، أشاد نتنياهو بالتحرك السريع للشرطة الذي حال دون وقوع مأساة أكبر بكثير. أما الشرطة الإسرائيلية فأعلنت فتح تحقيق في ملابسات الحادث. فما تداعيات ما حصل على المشهد السياسي في البلاد؟ وهل تتحمل الحكومة المسؤولية؟ حجم الدمار هنا يؤشر إلى كبر الكارثة التي وقعت بالأمس والتي أدت إلى مقتل أكثر من 44 شخصاً، وهذا العدد مرشح بالارتفاع. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان قد وصل من أجل تهدئة روع المشاركين، لكن وصوله لم يكن كافياً، وكانت هنالك انتقادات واحتجاجات ضده بسبب ما وصف قصور في تعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه الكارثة. وقعت هنا مشاهد تمزق القلب، أناس قتلوا في تدافع بينهم أطفال، لم يتم بعد تشخيص عدد كبير من الضحايا، وأتمنى الامتناع عن ترويج الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا يمزق قلوب العائلات. اسمحوا للسلطات بأداء واجباتها. يجب أن أقول إن الشرطة قامت هنا بعملية إخلاء سريعة، ونحن ممنونون لقوات الإخلاء والأمن التي حالت دون وقوع مأساة أكبر بكثير. المسؤولون عن هذه الكارثة يجب أن يتم زجهم في السجن، هم العديد من الحخامات وكذلك الشرطة، هنالك الكثير من الأموال التي يتم إدخالها من هذه الاحتفالات، وأعتقد أن هناك العديد من الأشخاص الذين تلقوا رشاة. إذن هنالك انتقادات حادة للمشاركين هنا لجهات عديدة، من بين هذه الجهات هم حخامات المسؤولين عن المكان بالإضافة إلى الشرطة التي اتهمت بأنها كان لها قصور عمليا في إخلاء المشاركين هنا، وقد عج هذا المكان بالآلاف وربما بعشرات الآلاف بحسب ما قال شهود عيان. وبعد الانتهاء من المراسيم الدينية خرج المصلون من هذا الطريق تحديدا، وهنالك انتقادات كثيرة للشرطة حول قيامها بسد الطريق ما أدى إلى تدافع المشاركين. حسب ما يقول شهود عيان التدافع جرى في هذا الطريق تحديدا أو في هذا الممر الضيق، وكما نشاهد هنا يعني لا تزال أثار التدافع موجودة وصعوبة عمليا في النزول. يوجد هنا ممر وهو عبارة عن جسر، والشرطة قررت إقامة حاجز، وكان هناك مئات الأشخاص وبدأوا بالتدافع والسقوط الواحد تلو الآخر ما أدى إلى عشرات القتلى ومئات الجرحى. وفي أعقاب هذه الكارثة أعلن المستشار القضائي للحكومة أنه سينيط مهمة التحقيق لوزارة العدل بدلا من الشرطة، وذلك لمعرفة من هو المسبب الحقيقي لهذه الكارثة، ولا سيما أن العديد من أصابع الاتهام للمشاركين هنا تم توجيهها إلى الشرطة. من جبل الجرمق يحيى قاسم، الحرة. إذن هي هذه الحادثة الأسوأ بتاريخ إسرائيل بحسب وصف المسؤولين فيها، لكن ما حقيقة ما جرى وأدى لسقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى؟ عند قمة هذا الجبل، جبل ميرون بالتسمية العبرية أو الجرمق بالتسمية العربية، قرب مدينة صفد شمال إسرائيل، كان عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتشددين يحتفلون بالعيد المعروف بلاغ بعمر في رحلة حج سنوية إلى قبر حاخام تاريخي يدعى شمعون بار يوحاي. هذا العيد للمصادفة يحتفل بذكرى انتهاء وباء فتاك تفشى بين طلاب مدرسة تلمودية تابعة للحاخام يوحاي في القرن الثاني الميلادي. ويشعل اليهود المتشددون في هذا العيد نيرانا في مناطق متفرقة ويرقصون ويغنون طيلة ساعات الليل حتى الصباح. ومع انبلاج فجر الجمعة ذكرت تقارير فرق الإسعاف الأولية أن الشرطة أغلقت أحد الممرات الضيقة التي توصل إلى مكان إيقاد النيران، فيما كان عدد المصلين يتكاثر بشكل كبير والمزيد منهم يصل إلى تلك النقطة.
وقد أشار شهود عيان إلى أن الشرطة منعت المصلين من الخروج من ذلك الجسر، ما أدى لسقوطهم فوق بعضهم البعض وحصول العدد الأكبر من الوفيات والإصابات نتيجة التدافع والسحق. تقول التقارير أوليا أن الشرطة حاولت الالتزام بالتصريح الذي أعطته لمنظمي الحفل بالسماح لعشرة آلاف شخص بالتجمع في المكان التزاما بقيود الوقاية من فيروس كورونا، لكن الصحافة المحلية أعلنت أن 100,000 شخص شاركوا في هذا الحج. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من القدس مأير المصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، ومن القدس أيضا عبر سكايب إلي نيسان الباحث السياسي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد مأير أبدأ معك، هناك الكثير من الأصوات التي تحمل الحكومة مسؤولية ما جرى، كيف تعلق؟ ما موقف الحكومة مما جرى؟ وهل فعلا هي من تتحمل هذه المسؤولية؟ السؤال لي؟ نعم تفضل. شكرا أستاذ حيدر، وتحياتي لك ولمشاهدي قناة الحرة في كل مكان. أنا أعتقد أن هناك مبالغة كبيرة فيما يتعلق بهذا الأمر. الحكومة، أنا لا أفهم ماذا تلام الحكومة، بالعكس أنا أعتقد أنه الأداء الشرطي وقوى طواقم الإسعاف كانت على يعني أفضل ما يكون، والمروحيات أتت إلى مكان الحادث بسرعة شديدة. وأعتقد أنه لا، وبرغم من هذا هناك تقرير وهذا هناك تحقيق عفوا، وهذا التحقيق يجب أن يأخذ مجراه قبل أن يكون هناك اتهام للأداء الحكومي في هذا الشأن. وبالتالي نعتقد بأنه للأسف الشديد هناك قطاع واسع من المعارضة الذي يستطفي الماء العكر. أعتقد أنه هذا الكلام هو غير مبرر على الإطلاق. هذا حادث بسبب الاكتظاظ الكبير للعدد من المصلين في هذا المكان، الحجاج في هذا المكان، ويعني أنا أعتقد أنه هذا طيب حادث للأسف الشديد كما يحدث في يعني من يحملون الحكومة المسؤولية. حضرتك عراقي وأنا من يحملون الحكومة المسؤولية أستاذ مأير بأن هناك حضرتك تقارير وأنا يعني أول ما تذكرت تفضل تذكرت نعم الحادث المشابه الذي جرى على جسر في العراق. نعم في حادثة جسر الأئمة في العام 2000 ربما 2005، صحيح كانت حادثة تدافع، لكن صحيح. ما يحملون المسؤولية صحيح. للحكومة يقولون بأن هناك تقارير رسمية قد بعثت، يعني تقارير حكومية بعثت في العام 2008 و2011 تتحدث عن مأساة في هذا المكان ستحدث إذا لم تحصل أي معالجات. صحيح، هو هذا المكان مهمل، وهو مهمل لأسباب معينة، وأنه فارغ طوال السنة وفقط في يوم واحد أو في مناسبة واحدة يكون هناك هذا الاكتظاظ الكبير. ولكن السبب الثاني هو يعني دعنا نتحدث بصراحة، وطبعا هذا يعني موضوع مؤلم أن نتطرق إليه، ولكن هناك عدم تنسيق حقيقة مع السلطات الدينية الحريدية والدولة. يعني هم هذه طوائف متشددة كما ذكرتم في التقرير، وطبعا أنا أشيد بدقة هذا التقرير والمعلومات التي كانت فيه والتي تم سردها. وطبعا هذه الجماعات المتزمتة هي لا تتعاون مع الدولة، وهي للأسف الشديد يعني لا تتسم بالانضباط دعنا نقول. طبعا أنا لا ألوم أي أحد، وطبعا يعني هذا مكون أساسي ويعني مكون عزيز داخل السجل الاجتماعي الإسرائيلي، ولكن هذا يعني شيء يجب أن يسطر أن هناك عدم تعاون وعدم تجاوب بين هذه الفئات. طيب إذا النقاط ذكرتها أستاذ مأير تعليقا على هذه الحادثة، منها عدم التنسيق بين هذه الجماعات والحكومة، وأيضا من المبالغة كما قلت يعني تحميل الحكومة ما حصل، خصوصا وأن هناك أجهزة قد عملت على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سقطوا إثر هذه الحادثة. إلي نيسان ضيفي من القدس أيضا، أستاذ إلي كيف تعلق بداية، يعني هل فعلا الحكومة من المبالغة أن نحملها مسؤولية ما جرى؟ أولا كل من يعرف هذا المحل هو محل ضيق لا يستطيع استيعاب أكثر من 9,000 نسمة بأكثر عدد، وكون إدخال أكثر من 100,000 أو 150,000 شخص إلى هذا المكان بمعنى أن المأساة كانت مكتوبة على الحائط.
القضية هي كذلك أن هذا المحل مقسم لعدة فئات دينية لأسباب اقتصادية بحتة، بمعنى أنه حتى إذا أرادت الحكومة تأميم هذا المحل، وفعلا في عام 2008 مراقب الدولة قرر في التقرير الذي نشره بأنه أولا لا يمكن استيعاب هذا العدد من الزوار في المحل، ثانيا قال إنه يترتب تأميم هذا المحل، ولكن بسبب النقاشات وهذا الأمر أيضا طرح على محكمة العدل العليا في إسرائيل، وبسبب الضغوطات الدينية وبسبب الأحزاب الدينية هذا الموضوع لا يزال معلق حتى اليوم. طيب خلينا نفهم هذه النقطة، يعني ما دخل الأحزاب الدينية أو التوجهات الدينية لمن يؤمنون ببعض المعتقدات بأنهم يمنعون من تطوير هذا المكان، خصوصا وأن هناك تقارير تتحدث عن وقوع مأساة وشيكة إذا لم يتم تحديث هذا المكان؟ صحيح، أنت تعلم سيدي أن في الظروف السياسية الراهنة في البلاد نتنياهو طبعا هو بحاجة للأحزاب المتدينة. قبل عدة أيام كان حديث بين وزير الداخلية أريا دلعي من حركة شاس الدينية وبين وزير الأمن الداخلي أوحنا، ودلعي أقنع أوحنا بأنه لا تفرض أي قيود على الزوار، بمعنى حتى إذا المسؤول عن القومي عن جائحة الكورونا الذي قال بسبب جائحة الكورونا يترتب أن لا يوجد في جبل ميرون أكثر من 9000 شخص، هذا الأمر لم يطبق فعلا على أرض الواقع. طيب. وأنا أقول السؤال بسيط، عندما الحكومة تفرض القوانين في الملاعب كرة القدم بأنه لا يدخل هناك عدد كبير في الملاعب، وعندما الحكومة تفرض أن دور السينما في الحكومة في الدولة لن تفتح بتاتا بسبب جائحة الكورونا، كورونا، كيف الحكومة أو الدوائر الحكومية سمحت بأنه في هذا الجبل الذي لا يستطيع استيعاب أكثر من 10,000، وهذا عدد كبير، كل من يزور أو يعرف هذا المحل، يعني كيف سمحت لهؤلاء بأن يأتوا إلى هذا المكان وأحياء هذه الذكرى؟ هذا سؤال مهم سيد إلي نيسان، أريد أن أسأل به ضيفي أستاذ مائير المصري. هناك قيود على بعض المرافق في داخل إسرائيل، ولكن سمح لهؤلاء بالمجيء. نعم صحيح، يعني ولكن طبعا هذا نابع من موازين القوى السياسية داخل إسرائيل. نحن نعرف أن الأحزاب الحريدية، نسميها الأحزاب الحريدية، الأحزاب الدينية المتزمتة التي هي أحزاب غير صهيونية، ليست مناهضة للصهيونية، ولكن هل هذا يأتي على حساب المواطنين الإسرائيليين وعلى حساب سلامتهم وسلامة أرواحهم؟ لا، يعني شوف، هذه الأحزاب طبعا لديها مطالب أحيانا تكون تعجيزية وهي جزء من الحكومة، وبالتالي يجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار هؤلاء الذين يمثلون هذه الفئة وهم نواب داخل الكنيست، وبالتالي الحكومة تعمل قدر المستطاع، ولكن هناك صعوبات. صحيح هناك في إسرائيل فئات يعني اندماجها هو ضعيف داخل المجتمع وداخل الطبقة السياسية في إسرائيل، وبالتالي يجب، ولكن هي جزء من النسيج الإسرائيلي، وبالتالي أنا أتفهم تماما ما يقوله الأخ والصديق إلي نيسان، ولكن ما هو الحل؟ أن تخرج الأحزاب الحريدية من الحكومة، هل هذا هو الحل؟ كيف سوف تحكم الحكومة؟ يعني ربما الجواب البسيط جدا بكل من يتابع ويهتم للشأن الإسرائيلي يقول الحل بوضع الأولوية للمواطنين الإسرائيليين ولسلامة حياتهم، وليس اتفاقات سياسية جانبية قد تؤدي إلى وجود ضحايا مثل ما حصل في هذه الحادثة، ليس كذلك؟ شوف صحيح، أنا أتفق مع هذا، ولكن هناك موازين قوى، وأنا أعتقد أنه وجود موازين قوى في نظام نيابي
يعني ينتهج ال حكومه في حكومه ائتلافيه ويعني بالتكوين السياسي الاسرائيلي، نعتقد انه هذا يضفي نوع من الشرعيه على قرار الحكومه في هذا الشان. اول مكان هو مكان مفتوح، انا اعتقد انه يجب ان يقارن بدور السينما على سبيل المثال، هو مكان مفتوح وكان هناك جدل في هذا الامر صحيح، ولكن هذا الجدل حسم بقرار حكومي الذي سمح لهذا الصرح الكبير. طيب ونحن نتحدث في هذا المكان، نعم ونحن نتحدث يعني عن هذه أظن أنه مهم التوافقات لبعض الطوائف الدينيه. نعم التوافقات بين الطوائف الدينيه وايضا بين الحكومه. استاذ إلي نيسان، نعم 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 لو سمحت استاذ مائير فقط حتى نستفيد من الوقت يعني ما تبقى، ونريد ان نسال هذا السؤال المهم عن تاثير ما حصل على تشكيلة الحكومة الإسرائيلية. معروف بأن هناك أيام قليلة أستاذ إلي نيسان أمام رئيس الوزراء نتنياهو، هل ما حصل سيؤثر على إمكانية تشكيله لهذه الحكومة؟ أولا أريد أن أكمل الجواب. أنت تعلم أن في جبل ميرون هناك فئات دينية، وهذا الجبل مقسم بين الفئات الدينية، وكل فئة من هذه الفئات الدينية لها قطعة وهي تسيطر على هذه القطعة، ولذلك الحكومة ليست سيطرة أو هيمنة على مجريات الحكومة، على مجريات ما يحدث في جبل ميرون، وكل هذه الأمور تعود لأمور اقتصادية. طبعا كما تفضلت أن لرئيس الحكومة نتنياهو هناك فقط 3 أيام أو 4 أيام حتى يوم الثلاثاء منتصف الليل، وكما علمت قبل قليل أن هو يطلب من رئيس الدولة أن يمهله 14 يوما آخر بسبب المأساة التي حدثت هذه الليلة. على كل حال هناك ما يسمى بمعسكر التغيير. معسكر التغيير كما تعلم هو يكون من 8 أحزاب. 8 أحزاب هي تؤدي إلى 58 صوتا، وهذا الأمر لا يكفي لتشكيل الحكومة، وعليه يترتب دعم من الخارج من قبل عضو الكنيسة عباس منصور رئيس القائمة الموحدة. في حال تم تشكيل فعلا هذه الحكومة بمعنى حكومة التغيير، لن يكون قسط أو مشاركة في الأحزاب المتدينة في هذه الحكومة. وماذا يعني ذلك سريعا؟ الحكومة تستطيع أن تفعل بشكل حر دون ممارسة الضغوط من قبل الأحزاب المتدينة. وعليه في حال نجح نتنياهو في تشكيل الحكومة بأي ظرف من الظروف، وهو كما يعرف أنه ساحر، وربما حتى يوم الثلاثاء القادم سيخرج كما يقال الأرنب من جيبه ويشكل الحكومة، طبعا كما نرى في الصورة أن للمتدينين سيكون نصيب كبير في الحكومة ويكون تأثير كبير. طيب. على مجريات الأمور في الدولة، ولذلك الكل يتعلق لمعرفة ماذا يحدث حتى يوم الثلاثاء، مع العلم أن داخل معسكر سنتابع أستاذ إلي سنتابع حتى يوم الثلاثاء، ولكن نحاول أيضا يعني ما تبقى ربما أقل من دقيقة أستاذ مائر المصري لو سمحت، هل ستؤثر هذه الحادثة على فرصة نتنياهو بتشكيل الحكومة سريعا لو سمحت؟ لا أعتقد أن هذا سوف يكون له تأثير. هناك تمترس في مواقف الكتل السياسية داخل إسرائيل، وهذا الأمر لن يؤثر على الإطلاق. هناك اليوم أحزاب هي تدعم السيد نتنياهو بشكل يعني قد يكون عقائدي أيديولوجي، ومن ضمنها الأحزاب الحريدية، وهناك أحزاب اختارت أو قوائم بالأحرى اختارت أن تدعم التغيير، ولا أعتقد أنه هذا، أعتقد أن هذا قد يكون من ضمن الحجج التي سوف تستخدم من قبل المعارضة، ولكن لن تؤثر في نتيجة المطاف على تشكيل الحكومة القادمة. شكرا جزيلا. أريد أن أضيف كلمة، أن شعب إسرائيل هذه الأيام هو في حداد والأعلام منكسة، ولذلك كل الشعب في هذه الأيام موحد تجاه الكارثة التي كانت من نصيب هذا الشعب هذا اليوم. شكرا جزيلا مائر المصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، ضيفي من القدس، وكذلك من القدس إلي نيسان الباحث السياسي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.